النهارده مقارنه ما بين علي لطفي واحمد مسعود. طبعا في مقارنه حراس المرمى، يمكن لو عرضنا المقارنه هنلاقي ان علي لطفي لعب ماتشين بس مع النادي الاهلي هذا الموسم ب 180 دقيقه، دخل شباكه 4 اهداف، حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد من الاثنين. عدد المشاركات لاحمد مسعود 23 مشاركه، طبعا 27 سنه لكن علي لطفي 29 سنه. الرقم المميز لاحمد مسعود ان هو من تاني اكتر حارس في الدوري حافظ على نظافه شباكه 9 مرات من 23 ماتش، ودخل شباكه 23 هدف في 23 مباراه، يعني بمعدل هدف كل مباراه. لكن حافظ على نظافه شباكه 9 مرات. على فكره برضو احمد مسعود من الحراس المميزه، ولكن بيعيبه ان انت عشان تلاعب كابتن ايهاب جلال النهارده، كابتن ايهاب جلال قدامك حل من الاثنين، يا اما تضغط ضغط عالي وتغلط احمد مسعود ودفاع النادي المصري زي ما عمل في ماتش السوبر كابتن حسام البدري ووليد ازارو، غلط احمد مسعود ودي حاجه مهمه جدا ان انت تلعب ضغط عالي وتغلطهم من بدري، يا اما تستنى وتلعب ضغط منخفض بس في خطوط 3 متقاربه. لازم ليه؟ لان عشان تقرب المسافات. لكن ما ينفعش ابدا تفتح الملعب، لان ايهاب جلال حريف في استغلال المساحات. تمام. اخر حاجه بس عايزك برضو تقولها لمشاهدي النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، النادي المصري 14 هدف تحت قياده الكابتن، دخل فيه 14 هدف تحت قياده الكابتن ايهاب جلال. ازاي استقبل النادي الاهلي؟ يمكن ابرز نقاط الضعف للنادي المصري، يمكن هم استقبلوا ضربات ركنيه، 4 اهداف من 14 هدف من ضربات ركنيه. تمام. النادي المصري استقبل 4 ضربات ركنيه نسبه كبيره، اذا الضربات الركنيه النهارده المفروض تكون سلاح مهم جدا للنادي الاهلي. النقطه الثانيه اللي بعد كده في العرضيه من الجبهه اليسرى، عندهم الجبهه الشمال اللي فيها عمر كمال عبد الواحد ومحمود حمد، الاثنين لعيبه كوره. الاثنين بالذات عمر كمال عبد الواحد، فالناحيه الدفاعيه عندهم مش قويه قوي، فاذا اللي بيلعب النهارده جرالدو عليهم يقدر يكون مفتاح مهم جدا في الناحيه دي. هتبقى زي ما قلنا جبهه اسلام عيسى وباسم علي جبهه خطر للنادي المصري، انا اعتقد ان جبهه جرالدو وقدامه عمر كمال عبد الواحد ومحمود حمد هتبقى جبهه خطيره جدا للنادي الاهلي. طبعا في بعد كده التسديدات، من الحاجات اللي التسديدات على حدود منطقه الجزاء جه في النادي المصري 3 اهداف نسبه كبيره جدا، فدي يمكن ابرز نقاط الضعف. النادي المصري برضو في لعبه بس اخيره، يعني ابرز نقاط ضعف النادي المصري، النادي المصري بيلعبوا الثلاثه اللي وراهم.